قال كاتب صحفي مصري مشهور أن جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو المتسبب الرئيسي فيما جرى في 25 يناير 2011 مع رجل الأعمال أحمد عز، وذلك بسبب رفض الشعب المصري ملف التوريث. ده على مبارك على اليمين، جمال مبارك في النص، حسني مبارك على الشمال. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج مساء دي ام سي: الجريمة الرئيسية لجمال مبارك جريمة سياسية وليست القصور، وهي إهانة كرامة الشعب المصري وخرق الدستور ومحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وتحويله لملكية مقنعة بنقل الحكم من الأب لابنه. حسني مبارك لم يكن خائنا، وكان بطلا من أبطال حرب أكتوبر، وبعد وفاة حفيده ترك الأمور لابنه جمال الذي كان يتم إعداده لتولي السلطة. من ناحية أخرى، نفى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم السبت 22 سبتمبر 2018 ما تردد حول وجود صفقة بين شقيقه جمال مبارك وجماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: يخرج علينا بتخاريف، مرة بأنه يخشى من وجود صفقة بين الإخوان وجمال، ومن قبل قال: وما يدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022، الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال. هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث، وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتو ثانية، شفاها الله. وده البوست اللي حطه علاء مبارك على تويتر: يخرج علينا بتخاريف. وهنشوف دلوقتي آخر. قررت المحكمة النقض اليوم السبت 22 سبتمبر بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالتصالح في قضية القصور الرئاسية. ده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. كانت محكمة النقض في 2016 رفضت الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. وتم تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه ورد 21 مليون. وأخلت مصلحة السجون سبيل مبارك ونجليه في وقت سابق بعد قضائهم مدة العقوبة في القضية. ويذكر أن نجليه مبارك ما زال يحاكمان أمام محكمة الجنايات بقضية التلاعب بالبورصة. اللي على اليمين علاء مبارك، واللي على الشمال جمال مبارك. من ناحية أخرى، في أول تعليق لعلاء مبارك عقب الإفراج عنه وشقيقه جمال على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة في الجلسة السابقة التحفظ عليه، إلا أنه تظلم ضد القرار، وقررت جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه لكل واحد منهم. ده علاء مبارك. وقال علاء مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الحمد والشكر لله على كل حال. وادي البوست اللي بعته على تويتر: الحمد والشكر لله على كل حال، وحط آية قرآنية. وكانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين قبلت تظلم علاء وجمال مبارك وآخرين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم. وحددت المحكمة لنظر القضية في جلسة 20 نوفمبر المقبل. يعني إفراج بكفالة بس، لكن لسه الإيه هما تحت الحكم. من ناحية أخرى، نشرت صفحة أنا آسف يا ريس يوم الثلاثاء 18 سبتمبر بوست قائلة:
الرئيس مبارك بخير، ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته، ولكنه يشعر بحزن شديد جدا على قرار حبس أولاده، مؤكدا على احترامه للقضاء المصري واثقا في حكم الله والناس والتاريخ. أنا البوست بتاع أنا آسف يا ريس، الرئيس مبارك بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته، ولكنه يشعر بحزن شديد جدا على قرار حبس أولاده. ده قبل الإفراج طبعا عنهم، ودي أحدث صورة للرئيس مبارك منذ أيام. في بوست جه برضو على موقع التواصل: مبارك في أحدث صورة يجلس على كرسي ثمنه 23,000 جنيه. الموضوع ده استفز علاء مبارك فحطه على صفحته وكتب تعليق: دليل الهيافة والتفاهة والكبت، جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور. لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس. فالناس ردت عليه وقالت له: سيظل فخامة الرئيس مبارك رمزا للفارس النبيل الذي تخلى عن السلطة من أجل وحدة بلاده وحقنا لدماء شعبه، رفض مغادرة البلاد وفضل البقاء، واجه مرارة الظلم وانتصر عليه في ساحة القضاء العادل. فعجبه التعليق وشكر اللي بعته، كتب: شكرا لأهل القيم والمبادئ، شكرا لأصحاب العادات والتقاليد، شكرا للذين يوقرون ويحترمون كبيرهم، لكم كل التقدير والاحترام. أما اللي حط البوست بتاع الكرسي فعلاء مبارك كتب: صحفي مهذب اعتبر تعليقي على صورة والدي إهانة للجريدة، وصفني بالجاهل ومشجع الترسو. واضح أنه لم يتابع كم التعليقات من المصريين والأشقاء العرب للاطمئنان على صحة والدي وليس سعر الكرسي. من ناحية أخرى، تم تداول بعض الأنباء عن قيام بعض الأفراد بسرقة بعض المقتنيات لمقبرة حفيد الرئيس المصري حسني مبارك. وهي مقبرة محمد علاء مبارك الكاهنة بمدينة نصر، حيث قام عدد من اللصوص باقتحام مدفن الرئيس السابق حسني مبارك. ده الرئيس مع حفيده الله يرحمه. حسب ما جاء بموقع صدى البلد المتواجد بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وحاولوا كسر مقبرة حفيده محمد علاء مبارك المدفون فيها. لولا تدخل بعض الأهالي ممن تصادف مرورهم بجوار المقبرة وأرغموهم على الهروب. والمشار إليه أنه لم يكن هناك مقبرة لعائلة الرئيس عندما توفي حفيده، فأمر مبارك وقتها ببناء مقبرة قيل أنها تكلفت مبلغ كبير جدا. إذ أنها مجهزة بتكييف مركزي، كما أن أرضيتها مصنوعة من الرخام المستورد، وتوجد بها حجرة استقبال خاصة بالضيوف ملحق بها تليفون دولي. طبعا ده عشان الزوار يعني، ومطبخ صغير لإعداد المشروبات وغير ذلك من أشكال الرفاهية. ومن جانبه نفى مصدر أمني تلقي أجهزة الأمن أي بلاغات رسمية حول ما تردد عن قيام مجهولين باقتحام مقبرة حفيد الرئيس السابق حسني مبارك وسرقة مقتنياتها. من ناحية أخرى، نشر كريم حسين أدمن صفحة أنا آسف يا ريس التي يتابعها 4 ملايين شخص على الفيسبوك، وتهتم بنشر أخبار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأسرته. أنا الرئيس محمد حسني مبارك مع السادات. نشر عدة صور جديدة لجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق وابنته فريدة خلال حفل في مدرستها.
دي فريدة ابنة جمال مبارك، أحدث صورة لمبارك مع ابنه وحفيدته خلال إجازة الصيف، كما نشر عمرو علاء حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولاعب ناشئي 2000 بالنادي الأهلي صور عائلية من طفولتي. ده عمر علاء مبارك، ويظهر فيها الجوار شقيقه الأكبر محمد علاء الذي وافته المنية في مايو 2009، ووالده ووالدته برفقة أصدقاء الأسرة. هنا عمر علاء مع محمد علاء الله يرحمه. دي صور تانية بتعمل علاقتهم مع الرئيس حسني مبارك جده، مع جمال مبارك. محمد حسني مبارك مع حفيده. وتظهر الصورة التي التقطت في طفولته المبكرة مدى تعلق مبارك الحفيد وولعه بالساحرة المستديرة، إذ يرتدي وباقي الأطفال في الصورة تيشيرتات فريق برشلونة الإسباني. وكتب عمر تعليقا مقتضبا على صورة نشرها بموقع الصور الشهير انستجرام، قال فيه بالفرانكو: كل سنة وإحنا طيبين يا أخي. وادي بوست اللي نشره على انستجرام: هابي بيرث داي براذر، 12 ييرز اند كاونتينج حبيبي عمر علاء. وهنا مع ناشئي الاهلي صور جميلة كلها. من ناحية أخرى، علق علاء مبارك على الحكم الصادر الاثنين 16/4/2018 برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر نجل علاء مبارك وحفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد. ده عمر علاء اللي هو في النص. وقال نجل مبارك في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الاثنين: نشكر المولى عز وجل على رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع ابني من السفر، بقى مسموح له انه يسافر. وأضاف: الموضوع ليس موضوع سفر، ولكن من المؤسف والمحزن أن يصدر قرار لهم في 2011 من المستشار عاصم الجوهري للطفلين عمر وفريدة للزج بأسمائهم وهم في سن 10 سنوات وسنة، كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس الجمهورية السابق. عنده الأحفاد محمد حسني مبارك. دي صورة فريدة